خبره كبيره جدا. المفروض كيف تستطيع ان تفوز وانت سيء؟ بالظبط ده اللي نعملها مع النادي. بص هقول لك هكملك بس هكملك اتفضل. انت ما هو انت النادي الاهلي بنقول عليه واحد من افضل الانديه او افضل نادي في افريقيا وافضل ليه؟ لانه احنا دايما وحضراتكم بسمع منكم هذه الكلمه بتقولوا ايه؟ النادي الاهلي حتى واحنا وحشين بنعرف نكسب. تمام بالظبط. منتخب مصر حتى هو وحش قدر يكسب. قدر يكسب ده مهم. كل طب هل نيجيريا مش هي برضو من التصنيف الاولاني؟ لا في عصر مشاكل جوه كتيره جدا بين اللعيبه والاتحادات واللعيبه. صح والاتحاد وبسيرو يعني ما بيبعتوش فلوس وموال فلوس ولاعيبه محترف. بص مش هتلاقي زخم زينا ومش احنا لوحدنا عرب افريقيا تحديدا دايما انت مرتبط بالعالم اكتر من محترفين بقيه القاره. لكن هناك في نيجيريا بيقول لك لو عادي تديني 100,000 والله انا عندي كذا لان وقتي بكذا. ومع ذلك طبعا اعلامهم وكل حاجه بس هي الدنيا معاهم كده وحضرتكم جربته يعني. تمام. لكن هي الفكره بس لما بنقول على النادي الاهلي لما بيسير المباراه رغم انه مش يومه ده موضوع. لما منتخب مصر يكسب وهو مش كويس بصنع انه على قد الماتش وعلى قد مجهوده ده موضوع. لكن ان احنا يبقى عندنا هذا الحارس الاكثر من عملاق ولا تكفيه اخطبوط لانه في حاجات بقى خاصه عشان بس ما يطلعش حد يقول لك ما هو الجون لازم يبقى جون ويصد. لا 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 رد الفعل اللي اتعمل في فرق ما بين الصد العادي والصد الاعجازي يا جماعه هناك ردود افعال خاصه في ثلاث كور ثلاث اهداف عمل الراجل على نفسه ومع نفسه وحاجات كده وقوه شاكمته هو وما سميناه عن منتخب مصر وهو يستحقه شخصيه. فدي شخصيه الشناوي. وايضا انا معاك في دي لما صحيح. يكون الاخر النجم الاخر هو تريزيجيه تمام هنا موطن الخطوره ان الراجل لازم يبقى عنده رؤيه للي جاي يعني. صحيح. ما هو ده كلامنا بقى ما اللي جاي ده السبب اللي جاي بدءا من قلت بدءا من انه يلاقي اوقات اولا عشان يطبق النظريه بتاع كابتن حشيش اللي هي مباريات خلاص بقى ما بقتش متدرجه بالزبط. تجريبيه لوجود تكتيك اول ما تلمحه حتى لو مش لابس التيشيرت تعرف ان ده منتخب مصر. ده ما بقاش موجود خلاص. احنا بنتكلم على امور شكل في الجزائر وفي شكل وفي اقول لك كل فرقه شخصيتها ايه. لا مش قصدي يعني